قرار الابتعاث بالنسبة لي كان مخيف. اخترت الوجهة دولة كندا ورحت لمدينة صغيرة واترلو ولندن، وبدأت دراستي هناك في لندن الكندية. كانت بداية دراستي أنه بدرس هندسة، هذا اللي كان في بالي. وفي تلك الفترة الحمد لله أنه كان المرشد الأكاديمي واعي جداً، قال طيب يا معاذ أنت إيش تبغى تكون؟ فجلس معي ذلك المرشد الأكاديمي وقال لي يا معاذ أفضل شيء لك إن إحنا نشكل لك تخصص يسمونه الهندسة المتكاملة Integrated Engineering. الفكرة أن تضيف تخصصات معينة تساعدك في شغفك. ففعلاً بديت في السنة الأولى في الهندسة وكملت السنة الثانية أيضاً، وبعدها في تلك الفترة تعرفون ما أجلس بالحالي، لازم أشارك في المسابقات، وهذا تعرفت على تقنية الطباعة ثلاث الأبعاد، وهي التقنية اللي غيرت حياتي من بدايتها إلى نهايتها.